اخر حاجه هساله من غور الديدان بناخد انسلمنتك ذاكر اول باول يا اخوانا هتلاقي الموضوع سهل تقرين بقى كل مره ما بكبر ما بقولش لحد ذاكر يعني ها حاجات فاهمه هتلمها في الاخر دي حاجات لو مش عارف تحفظها دلوقتي كله هتلاقيه شبه بعض خلاص طيب الوور في عندي ثلاث انواع من الديدان ها في ستريت وور او البين وور اللي هي الدبوسيه او الاباريه وغالبا الديدان دي بتعمل ايه؟ ديدان دبوسيه او اباريه الاعراض بتاعتها هيبقى ايه غالبا؟ اتشنج ها وريتيشن حوالين الايرز دي اشهر اعراض السريد والبين وور تمام؟ وغالبا احنا بنقول السريد وور دي بتبان بالظبط زي القط لونها ابيض بتبقى حجمها صغير متجمعه مع بعض ساعات بنسميها كده الوايت كوت عامله زي القط بالظبط خدته معرفش في المدرسه على الفارماكيه المرهم اللي هو الراس بالاسود والراس بالابيض، الراس الابيض ده اشهر حاجه عشان الايه؟ بيتحط حواليه الانس عشان لما الداس تطلع بالليل دموع، ما علينا. بنعالج بقى هنا بالعشيه بالسريد وورم او البين وورم حاجه مثلا زي الكواشيا وود. الكواشيا وود خشب الكواشيا بيبقى عنده بيتر مواد فعاله طعمها مر. كواسين وايزو كواسين ونيو كواسين، اسمه كواشيا بس الماده اسمها كواسين. أو الكاروت الجزر كاروت الجزر بيبقى فيه فولاتايل أويل ألفا أوينين وليمونين طبعا الجزر ده يتاخد أورا تاكله عادي إنما الكواشيا وود بصوا كده عشان تبقوا فاهمين تراه ده هشتغل بيه طارد للديدان هشتغل بيه إرم على طول انت وصلت صح؟ ما هو كمية كبيرة بس سهلة يعني حاجات سهلة كمية كبيرة بس سهلة معلش يعني المهم الكاروت الجزر في الفا باينين وليمونين ممكن اكل الجزر عادي عشان السريد هو او الكواشيا وود خشب الكواشيا ده فيه بيتر كوزي حاجات طعمها مر جدا لو جربت تبلعها اورال هيحصل لك فوميتنج على طول بالاضافة اللي هي ليها سايد افكت وافضل حاجة للانسلمنتك تتاخد ايه؟ انما ماشي؟ الهيمورايد تمام بالنسبه للراوند وور هما ثلاث انواع الراوند وور زي مين ها البار زي السكيرس خدتوا لان السكيرس الاربه بتاعت السكيرس بتعمل مايجريشن ممكن تمشي في الريسبيراتوري تراك فتعمل لي اعراض مشابهه مثلا الكف تعمل لي كف ها ده من الاعراض خاصه بالريسبيراتوري ديسور اشهر حاجه للراوند وور عندي السنتونيكا فلاور زهرة الشيح سنتونيكا فلاور بيبقى عندها سنتونيك وبرده يا جماعه اي انسمنت كله ايه بحاول اشرح ليه؟ عشان السنتونيك لو الجرعه زادت بيعمل لي كونفالجنس عشان وجهه وممكن يعمل لي بلايندنس يعني هو الاول بيخلي اللون الاصفر يبان ازرق والازرق يبان اصفر وبيعمل يورين سكلاريشن بس الجرعه زادت ممكن تعمل توتال بلايندنس كونفالجنس عشان كده هي السمنت كاردو ايه؟ ها انما ماشي؟ ماشي وانا هقولها يبقى راوند وورم زي السكيرس ودي يا جماعه بتبقى ليها من ضمن الاعراض هتلاقي في كف لان الاربع بتعمل مايجريشن بتاع السبايرتس ازاي؟ عالجها بالسانتونيكا فلاور عشان ظهر تشيح فيها سانتونين السانتونين مشكلته لو خدته سيستميك لو بلعته بجرعه زياده هيعمل كونفرجن ويعمل بلايند عشان كده هي السمنت كاردو ايه؟ انما هاخده لوكال كده بلاش اشتغل بيه في السيستم. اخر واحد هو التيب وور الديدان الشريطيه. التيب وور اشهرهم طبعا التينيا سوليام بتاعت البيج او البوفاين نوع البقري التينيا ساجيناتا او الهيموفيلس دينا خليك في النوع اللي عندك من عمل التينيا سوليام وده اشهر حاجه بتشتغل عليه البوميجرانيت خدتها في الكوبري قشر الرمان لو تفتكر البومي جرانيت كان اسمه بيونيكا جراناتا الرمان كان اسمه بيونيكا جراناتا في الكالويد من كلمة بيونيكا بيونيسين ومن كلمة وعندي البليتارين ومشتقات كثيرة من البليتارين ايزو بليتارين وسايد بليتارين خلاف الاثنين بيونيسين وبليتارين والحاجات دي بتشتغل على التابور من ضمن الاعراض بتاعت التابور
لو تفتكر بسكر في الليفر تعملها أسايتس. ها ده من الأعراض بتاعت التيب ورم الدنيا الشرطية في أسايتس. البول جرانيت بار في بيونيسين بليتين الكواز الحاجات تشغل أسيمنتك التيب ورم. مشكلتها إيه بقى يا أخوانا؟ ها البول جرانيت لسه قايل من شوية عنده تاني ممكن يعمل توكسيسيتي لان الدواء ده هيفضل هو والديدان موجوده في الانتستين مش هتخرج بره الجسم. فانا لازم لما ادي البومي جرانيت ادي برجر فولود باي برجر لازم ادي ولاي وقوي بعديه عشان اعمل اكسبيلا اطلع الديدان والايه والدواء ده ما يعملش توكسيسيتي. خلاص او بص بقى جميل الجارليك قلنا المره اللي فاتت بيعمل انهبشن للاتش بايلوري وممكن يشتغل برود سبيكترم عن سمك. الجارليك الثوم بيشتغل على كل الانواع. ها طيب مين الاثنين اللي اقدر ابلعهم وانا مطمن؟ الجارليك والجزر. الكاروت ده بيشتغل على السيد وورم. لما بيعمل كل بيشتغل ايه انما ايه الفرق بين الفيرمي فيوز وفيرمي سايد؟ ها فيرمي فيوز ده طارق فيرمي سايد بيموت البدايه. قلنا الراوند وورم زي الاسكاريس. الاسكاريس بتعمل مايجريشن خلال سبايرات بس مش بتعملي ازمه وقفه. استريد او البين ووم دي الاباريه او الدبوسيه زي القطن بتعمل اتشن والديشن حوالين الانس. التيب ووم بتعمل اسايتس. في بقى اعراض الديدان المشهوره تلاقي في راس الهد المريض عمال يخس ماشي وعنده شويه مغص وشويه نوزيا فوميتنج. ومعلوماتك يعني لو جالك من ضمن اسباب سقط الشعر ان الديدان بتخلص على محتوى السيلينيوم في الجسم. انت المفروض لما يجيلك بقى عند سقط شعر وما هواش وراثي تطلب منه تشوف نسبه الهيموجلوبين ومش عارف ايه ونسبه الفيتامين. اهم حاجه السيلينيوم تجيب السيلينيوم لان الديدان تبتدي تخلص على السيلينيوم فالشعر بيبتدي يقع. ماشي طيب قلنا الجارليك نعرف اللي هو فيه سلفر كومباوند اسمه انسين وكده كده لسه الجارليك هيجي قدام وده برود سبيكترم عن سيمنتك عشان فيه سلفر كومباوند. الكويسه فيها كويسين وايزو كويسين وده انما للسيلينيوم. الكارل برضه للسيلينيوم. البومي جرانيت بيونيسين بنتايرين للتيبو ولازم ادي بعد البومي جرانيت ملايين قوي عشان اخرج الديدان صح؟ والسانتوني كفايه سانتوني للراوند وورم بس اخد بالي ان السانتوني الجرعه الزياده بتعمل كونفنجن وايه؟ تمام؟ كلام كتير بس لو ذكرته هتلاقي والله الموضوع سهل جدا.